إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك ربنا المحمود على أقوالك وأفعالك وعلى أسمائك وصفاتك أنت حي كريم تستحي إذا رفع العباد إليك أيديهم أن تردها صفرا فاللهم إنا نسألك بحيائك وكرمك أن تجيب دعاءنا يا رب يا واحد نسألك إخلاص الأعمال لك يا رب واجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا ربنا من أسمائك الطيب أنت المنزه عن العيوب والنقائص نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونستغفرك لما نعلم مما نقع فيه من الشرك والخطايا ونعوذ بك من الشرك والنفاق والرياء والسمعة ونعوذ بك من صغائر الذنوب وكبائرها يا عظيم اجعلنا من المعظمين لك ومن المعظمين لدينك يا رب العالمين ربنا من أسمائك الحكم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا متين أنت المنتهى في القوة والقدرة أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا رب العالمين يا حافظ احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين يا نور نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا عليم يا خبير علمنا ما ينفعنا وانفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أنت ربنا الحي الذي لا يموت وأنت غفار الذنوب اغفر لأموات المسلمين وارفع درجاتهم في المهديين واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء
وصلي اللهم وسلم على